مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو لن تجده أبدا في مكان آخر، إذا أعرني اهتمامك وستصل إلى مبتغاك في 12 خطوة. أنت الآن تتعلم اللغة الفرنسية على قناة La Langue Française. هناك مبادئ وأصول لتعلم اللغة الفرنسية. إذا لاتباع مبادئ وأصول تعلم اللغة الفرنسية، هناك طريقة واحدة فقط لتعلم اللغة الفرنسية إن كنت شخص مجتهد ولا تستسلم. لن أقول لك في البداية فكر بالفرنسية لتتكلم اللغة الفرنسية، أو تعلم اللغة الفرنسية وأنت نائم وما إلى غير ذلك، فهذا كلام فارغ وكلام في الأحلام. إن كنت تتعلم اللغة الفرنسية وأنت نائم فإن جميع النوام سيصبحون علماء. تعلم اللغة الفرنسية يجب أن تكون مستيقظ ومجتهد، أن تكون لك رغبة قوية في التعلم. أنا سأعطيك 12 خطوة فقط لتعلم اللغة الفرنسية. بعد الفاصل سنلتقي وسأعطيك 12 خطوة. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. قبل أن أقدم بين يديكم 12 خطوة، سأقول لكم أن في آخر الفيديو سأعطيكم تحذير هام، تحذير هام يهم الجميع. الخطوة الأولى هي اسمع الجمل، اسمع جمل كثيرة وبسيطة وحاول أن تتعلم منها. مثلا Je mange une pomme. Je mange une pomme. Je mange une pomme. أي أكل التفاحة. إذن بسماعك للجمل ستستطيع تكوين الجمل مباشرة. فالطفل الصغير لا نقول له الكلمات وبعد ذلك نركب له الجمل. مثلا افتح الباب يا ولدي، لا نقول له افتح 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 الباب الباب، نعلمه الكلمات وبعد ذلك الجمل. نمر مباشرة إلى الجمل، نقول له افتح الباب يا ابني، لكي يتعلم اللغة، لكي يتعلم اللغة الطفل الصغير ويتعلمها بشكل صحيح. ثانيا نوع في الجمل، أي مثلا Je mange une pomme، أنا أكل تفاحة. يمكن أن تحذف أنا وتضع أنت وتقول Tu manges une pomme، أو هو Il mange une pomme، أو هي Elle mange une pomme، وهكذا ذوالعك. mange ستغيرها ب ferme. Il ferme la porte. Il ferme la porte. Il frappe son frère. مثلا ستغير الفعل، ستغير في الكلمات. مانجي تغيرها بفخاب مثلا، ضرب بجو يلعب بأفعل. ومثلا اون بوم تغيرها ببانان او بوم دوتير او طماط او ما الى غير ذلك. إذن يمكن تنويع الجمل. في المرحلة الثالثة محادثات قصيرة وبسيطة، محادثات قصيرة وبسيطة، محادثات قصيرة وبسيطة. يعني أقول لك سالو، تقول لي سالو، بونجور بونجور، كومون سافا سافا، كومون تي تابيل جو مابيل كريم. مثلا يعني محادثات قصيرة، وهذا كله يوجد في القناة، وسأعطيكم طريقة الدخول إلى القناة ودراسة كل مجموعة دروس، دروس القواعد، دروس المحادثات، دروس النطق والتكلم وما إلى غير ذلك. توجد هذه الروابط في خانة الوصف أو في خانة التعليق، وأيضا يمكنكم أن تدخلوا إلى القناة مباشرة بالضغط على La Langue Française. La Langue Française وهي أسفل الفيديو على الجهة اليمنى. قلنا محادثات قصيرة، ورابعا سماع، السماع زائد التحدث لمدة طويلة. مثلا أسمع في راديو أو في قناة
لحوار. Je suis Karim, âgé de 35 ans. مثلا سأعيد هذا الحوار وسأقول مثلا كنت فتاة سأقول Je suis Nada, âgé de 18 ans. أنا ندى مثلا عمري 18 سنة. إذن سواء كنت كريم أو ندى أي مذكر أو مؤنث فيجب أن تتحدث عن نفسك أو أن تسمع حوار وتتحدث عن اهتماماتك مثلا بشكل مهم. خامسا اقرأ قصص قصيرة أو فقرات قصيرة. هناك محور في القناة للفقرات القصيرة والقصص القصيرة وسيجدون فيه قصص وفقرات عديدة يمكنكم قراءتها معي وأنا أشرح ذلك ببطء لكي تتعلموا أكثر. وهذا مهم جدا لأن القصص ترفع من مستوى استيعابنا للغة. سادسا خذ فكرة عن القواعد. أقول خذ فكرة عن القواعد ليكون في علمكم أنها الاثنى عشر خطوة التي أنا في صدد سردها فهي نتيجة توصل إليها علماء مختصون في تعلم اللغات. قلت لك خذ فكرة عن القواعد لا تتعمق ولا ترهق نفسك ولا تحبط نفسك ولا تضرب نفسك بسلاح سيجعلك تعود إلى الوراء وسيقتل اللغة عندك. التعمق في القواعد يقتل اللغة سيجعلك تهرب منها وتفر. فقط خذ فكرة اليوم فكرة وغدا فكرة وسيصبح لديك مستوى عال في القواعد. لا تتعمق الآن فقط بمراحل لا تتعمق في القواعد فقط خذ فكرة بسيطة واستمر في تعلم اللغة الفرنسية. سابعا سندخل إلى الكتابة ولكن ببساطة جمل صغيرة جدا. قلنا je mange une pomme je vais à l'école مثلا ستكتب je mange une pomme je vais à l'école مثلا. خذ قلم واكتب مثلا عن اهتماماتك. من أنت مثلا؟ قلنا je suis Karim âgé de 35 ans j'habite à غابة أو أباري. وأيضا شاهد أفلام غير مترجمة. شاهد أفلام غير مترجمة هذا مهم جدا مشاهدة الأفلام غير مترجمة لأنك ستفهم بحركاتهم. مثلا عندما يقول الزوج لزوجته فيرمي لا بورت يعني ستقفل الباب وستشاهد أنها ذهبت إلى الباب وقفلت. إذن ستفهم أن فيرمي لا بورت هي إقفال الباب. هناك جمل عديدة ستتعلمها من خلال الحركات وأيضا من خلال رغبتك لفهم القصة قصة هذا الفيلم. تاسعا التحدث مع أجانب يتحدثون نفس اللغة أي اللغة الفرنسية وأيضا مع مدرسك إن كان لديك مدرس أو الاستماع مثلا أقول أنا بونجور أنت أيضا أعد معي بونجور. سأحمل فيديوهات خاصة بحوار بيني وبينكم مثلا سأقول لكم بونجور ستقولون بونجور وستكتبون في التعليق بونجور. سأقول لكم كومون سافا ستكتبون سافا. سأقول لكم مثلا كيسكو في فات مانون كيسكو في فات مانون ماذا تفعلون الآن ستكتبون مثلا je lis je mange je vais مثلا je vais à l'école أذهب الآن إلى المدرسة je vais à l'école وما إلى غير ذلك. عاشرا أكتب أكثر. الآن في المرحلة العاشرة سنستمر في الكتابة مواضيع متنوعة. ستكتب عن المدرسة عن السوق مثلا ذهبت إلى السوق وماذا وجدت. وجدت ثمن الطماطم كذا وجدت ثمن البطاطس كذا وجدت اللحم بثمن كذا تكلمت مع بائع اللحم وما إلى غير ذلك. يعني مواضيع متنوعة. 11
أتدرب على النطق واللهجة. إذا النطق في المرحلة 11، دائما تدربوا على النطق. مثلا قلت je vais à l'école maintenant. maintenant ولم أقل maintenant. maintenant. maintenant تنطق كثيرا في اللغة الفرنسية، عند الفرنسيين يقولون كثيرا maintenant. يمكن أن تقول maintenant ولكن يقولون maintenant. مثلا تدرب على النطق اللغة الفرنسية بطريقة الفرنسيين. ولم يبقى لي في 12 إلا أن أقول لك مبروك، الآن أنت أصبحت معلم ومدرس إن اتبعت الخطوات التالية. يمكنك أن تعلم اللغة للآخرين، اتبع هذه الخطوات وعلم اللغة مثلا لإخوتك الصغار وأيضا لأصدقائك ولأبيك ولأمك، تكلم معه باللغة الفرنسية، علمه ما تعلمته. في المرحلة 12 علم محيطك ما تعلمته، وزكاة العلم تبلغه. وقبل أن أقول التحذير، لأنني قلت لكم زكاة العلم تبلغه، فبلغوا عني هذا العلم بالضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو مباشرة، وشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. والتحذير الهام وهو ما يسقط فيه الجميع بدون استثناء. أنا عندما كنت أتعلم اللغة الفرنسية سقطت فيه، يعني خطأ فادح، وهو أن لا تتعجل. لا تتعجل، لا تسرع، استمتع بالخطوات خطوة خطوة. يعني الخطوة الأولى استمع للجمل، يعني استمتع بالجمل، وستمر إلى المرحلة الثانية وأنت لا تحس، بدون أن تحس أنك مررت إلى المرحلة الثانية. إن كنت تستمتع بتعلم اللغة الفرنسية فستمر إلى المرحلة الثانية بدون أن تحس، أي لا تتعجل، استمتع بالخطوات خطوة خطوة. ومن أراد تعلم اللغة الفرنسية فعلا وهو مجتهد وأيضا لا يستسلم، فليضغط على la langue française وهي أسفل الفيديو، أو فليكتب في جوجل هذا العنوان الذي هو أمامكم على الشاشة، وسيدخل إلى القناة وسيتعلم اللغة الفرنسية إن شاء الله. وشكرا لكم مشاهدين الكرام، إن كنتم التحقتم بنا الآن فسأقول لكم مرحبا بكم، وإن كنتم من المتابعين الأوفياء للقناة فسأقول لكم شكرا لكم على ثقتكم في هذه القناة، وإلى لقاء آخر مشاهدينا الكرام في فيديو آخر إن شاء الله.